مشاهدينا لسه من على الريد كاربت، ودايما مهرجان الجونة بيستضيف مش بس صناع السينما ومحبي الأفلام، ولكن أيضا رجال الاقتصاد في مصر باعتباره واحد من أنجح المشاريع والأفكار اللي قامت مؤخرا. سيادة النائب محمد أبو غالي، أنا برحب بيك. أهلا بيك. وشريك أهلا مهم من شركاء نجاح مهرجان الجونة، وياريت تكلمني بقى عن هذه الشراكة. أولا أنا بوجه تحية كبيرة قوي للقائمين على المهرجان النهاردة، لأن بعد اللي حصل امبارح واللي حصل واللي شفناه على السوشيال ميديا، اللي احنا بنحضره النهاردة هو نموذج رائع للإرادة المصرية. يعني في 24 ساعة أو أقل قدرنا نرجع المهرجان تاني لمكانه حقيقي. وكلنا إن شاء الله نتمنى مهرجان ناجح، لأن اللي حصل كان حاجة كلنا قلقتنا. بس الحمد لله أنا بشكر القائمين على المهرجان، وبشكر طبعا عائلة ساويرس المهندس نجيب والمهندس سميح، لأن عملوا عمل جبار، فأنا بشكرهم بالأساس. بالنسبة للمهرجان، إحنا طبعا سعداء لوجودنا في المهرجان، وبنقدم من خلاله رسالة، لأن إحنا مؤمنين جدا بالدعم اللي يجب نقدمه كرجال اقتصاد أو كل أحد في مجال عمله. وإحنا بما أننا في الترانسبورتيشن سيكتور وبنقدر نخدم كل ضيوف المهرجان، وبنقدم الحلول للتنقل اللي هي طبعاً بتبقى عنصر مهم جدا في نجاح اي ايفنت. فيعني طبعا معلش سعادة. انا عشان الوقت بس انا عارف. طبعا عارفه الكلام جزيلة مع حضرتك كشريك اساسي. حرم حضرتك، انا عارفه سريعا ان هي مش اول مره تحضر، دايما حضرتك حريصه جدا على حضور المهرجان. سريعا، ايه اللي مشجعك الدوره دي تحديدا؟ في مفاجآت كتير especially بعد اللي حصل last year. السنة دي أنا حاسة إن الدنيا fresh والpassion فظيع و everything، صراحة الترتيب هايل and the vibe is back. thank you very so much. بشكركم مرة تانية. شكرا منورنا. شكرا مرسي.